كاي سي او، انت محتاج تظبط الويب سايت بتاعك على 3 اساسيات مهمين جدا، ودول ال3 اساسيات اللي انت حتى لو مش متخصص اي سي او لازم تكون عارفهم علشان تقدر تدير الويب سايت بتاع الشركه بتاعتك او تدير التيم بتاع الاي سي او وتوجهه بشكل صح. ايه ال3 محاور اللي بنشتغل عليهم في الاي سي او؟ عندك اول حاجه الجزء بتاع التكنيكال، الجزء بتاع التكنيكال. يعني ايه جزء التكنيكال؟ جزء التكنيكال بيتضمن سرعه الموقع. يعني ايه الموقع يكون سريع؟ لازم الموقع يكون تحميله سريع، ما حدش هيخش على الويب سايت خصوصا لو ريال استيت ويلاقي الويب سايت بطيء ويبتدي يحمل من صفحه لصفحه وهو بياخد منه وقت. طيب ايه تاني مثلا زي التكنيكال اس اي او؟ الجزء بتاع الفريندلي موبايل او الموبايل فريندلي، ان الموبايل يكون بيفتح عليه الويب سايت بشكل سريع وسلس وبيفتح مع الويب سايت بشكل كويس وبيشتغل معاه بشكل سريع. طب ايه تاني كتكنيكال اس اي او؟ لازم اللينكات اللي تكون مربوطه جوه الويب سايت مظبوطه، كل السايت ماب بتاع الويب مظبوط، كل اللينكات بتاعه الويب سايت مظبوطه. طيب ايه تاني جوه الاس اي او؟ عندنا الجزء بتاع الاون بيج، عندنا الجزء بتاع الاون بيج. الاون بيج زي بالظبط كده ما بنتكلم على المحتويات اللي موجوده، العناوين اللي موجوده، الصور والفيديوهات، كل دي حاجات ليها علاقه بالاون بيج. الكلام اللي مكتوب والنمط بتاعه والفونتات اللي مكتوبه والتفاصيل دي كلها لازم تكون مظبوطه، التفاصيل دي كلها ككونتنت ومحتوى وصور وديزاينات والكلام ده كله وترتيب شكل المحتوى نفسه لازم يكون مظبوط. حتى لو الويب سايت مبني على انه على موبايل لازم يكون مظبوط. يعني لما انا اجي اعمل كده بالظبط كاني بالظبط شغال على الموبايل لازم الويب سايت يبان بالنسبه لي مظبوط، وهنا الويب سايت مش اوبتمايز بشكل كامل مع ايه الموبايل، فلازم اشتغل على ان الويب سايت يبان بشكل مظبوط وواضح. تمام، من الحاجات المهمه جدا جدا ان الويب سايت، طبعا الجزء بتاع فريندلي موبايل تبع التكنيكال بس بتكلم كمحتوى، لازم يكون متناسق مع البيج ومع شغل الاي سي او. طيب ايه تاني ممكن تشتغل عليه؟ جزء الاوف بيج، جزء الاوف بيج المحور الثالث في الاي سي او، وهو كل اللينكات والربط او كل ما يخص الموقع لكنه مش جوه الموقع نفسه، زي الاعلانات اللي بتشتغل عليها الموقع، زي بالظبط كده ربط الموقع بمواقع اخرى متشابهه وما الى ذلك. كل ال3 محاور دول اساسيات الاي سي او، وبيكون منهم كل حاجه في الاي سي او. طيب في حاجات مهمه جدا لازم تكون فاهمها لو انت بتبتدي تراقب الويب سايت في الشركه عندك علشان تكون شغال بشكل مظبوط، الجزء بتاع الاكسبريشنز او المصطلحات بتاعه الويب سايت المهم. الجزء بتاع السيرب ده يبقى احنا بنتكلم في الصفحه دي، لما انا بقول لك السيرب يبقى انت بتتكلم في كل ايه الكلام ده، كل الكلام او الصفحه دي كده بشكل عام، كل الكلام اللي فيها ده دي اسمها صفحه ايه السيرف. طيب ايه تاني ممكن لازم تكون عارفه؟ التايتل تاج. التايتل تاج، التايتل تاج لازم من الحاجات المهمه جدا اللي تكون عارفها وواخد بالك منها زي التايتل تاج ده. طيب ايه تاني ممكن تكون واخد بالك منه وتكون عارف الاكسبريشن بتاعه؟ السايت ماب. السايت ماب هنا بنتكلم في ان انت تكون فاهم الاجزاء بتاعت الويب سايت متقسمه ازاي. لو جينا على الويب سايت ده كده المفروض سايت ماب متقسم ايه، لو دخلنا على الهيئه هنلاقي رؤيه هدف وما الى ذلك، دي خريطه الموقع. خريطه الموقع لازم أن تكون عارفها وفاهمها، لما اجي اقول لك سايت ماب لازم أن تكون فاهم يعني ايه سايت ماب. كلمه الاندكس دي لما احنا بنتكلم على الويب سايت اللي هو فيه ويب سايت بنقول لجوجل يا جوجل انا عندي ويب سايت المفروض ان انا محتاج احطه في الارشيف عندك علشان تشتغل عليه وتبينه للناس بشكل كويس. الدومين نيم هو اسم الويب سايت بتاعك، اسم الويب سايت بتاعك.
في اي اكسبريشن او مصطلح مش فاهمه او مش عارفه قول لي وانا اعدله لك، وهجيب لك ملف كامل بكل الاكسبريشنز هيكون معاك وكل المصطلحات بتاعه الاس اي او. طيب ايه تاني لازم تكون عارفه لو انت شغال في جزء الاس اي او؟ ان انت لما بتعمل سيرش مش بتعمل سيرش وخلاص، مش بعمل سيرش وبتظهر لي نتائج بشكل عام، انت بتشتغل على السيرش انجن، يعني المفروض تهيئة محركات البحث اللي هو ظهورك مش بيطلع بشكل عشوائي اطلاقا. انت بتخش تعمل سيرش، بعد ما بتعمل سيرش بيظهر العناكب بتاعة جوجل، بتيجي تدور على الويب سايت المتلائمة مع القوانين بتاعتها، بعد ما بتفلتر الويب سايت بناء على مناسب مع القوانين بتاعتها والأفضلية. والله أنا موبايل فريندلي كويب سايت وسريع، وفي موقع تاني هو سريع بس مش فريندلي مع الموبايل، فيبقى الموقع الأولاني هو اللي هيظهر الأول، وبعد كده بيخش يجيب الحاجات اللي في الأرشيف. والله أنا جبت 1,000,000 نتيجة، فيهم 50,000 نتيجة هما اللي محطوطين في الأرشيف، ببتدي أطلعهم الأول. بعد كده بيبتدي يرص لك البيانات والداتا على الويب سايت بناء على الإعلانات الأول، وبعد الإعلانات بيجيب النتائج العادية المدعومة بالاس اي او. بعد كده بيظهر لك في صفحة السيرب النتائج كلها، ودي مراحل السيرش. مجرد ما انت كتبت وعملت انتر على السيرش بتاع جوجل، كل الحاجات دي بتحصل وبتشتغل تمام. طيب دي طريقة الشغل بتاعت الاي سي او والمصطلحات اللي انت المفروض تكون فاهمها وعارفها بشكل كويس علشان تقدر ان انت تفهم طبيعة شغل الاي سي او بشكل كويس. طيب تعالى كده نخش في جزء كمان، وهو الجزء بتاع السيرش بيوصل لك ازاي، او معدل الوصول بيوصل لك ازاي. والله تخيل معايا كده ان احنا مجموعة بيوت جنب بعض، اللي هي مجموعة مواقع جنب بعضها، كل موقع مننا او كل بيت مننا محطوط في حتة معينة بناء على تميزه وبناء على علاقته وبناء على المحتوى اللي فيه والمستوى بتاعه. كذلك الويب سايت بتاعك بيتصنف بناء على ما يحتوي الموقع ومكانة الموقع نفسها. طيب انا دلوقتي جاي عشان ادخل جوه الويب سايت، او بدور على بيت في البيوت دي يكون مناسب ليا، فبعمل بحث، فالشوارع دي بالنسبة لي هي الروابط او اللينكات بتاعت المواقع، اللينكات اللي بتوصلني على المواقع. اسهل لينك بالنسبة لي هيوصلني لافضل ايه بيت او افضل ويب سايت، واصعب طريق واصعب لينك هو اللي هيوصلني لاصعب ويب سايت. لازم ان يكون اللينكات بتاعتك مظبوطه ومحطوطه في الارشيف بتاع جوجل ومتظبطه تمام علشان تقدر تشتغل ك اس اي او. في حاجه كمان، الجزء بتاع دخول الويب سايت نفسه، كل ما دخولك للويب سايت سهل وبيحمل بسرعه، كل ما كان بيتك كويس والوصول ليه سهل، كل ما انت بتبان اكتر. طب ايه تاني؟ كل ما انت الويب سايت بتاعك بيكون غني وملائم مع احتياجات الزوار او السكان، كل ما انت بقيت افضل وبتظهر دايما وانت اللي عليك العين والناس بتدور عليك. طب احنا دخلنا والله دورنا وطلع لنا النتائج، ودخلنا اقرب ويب سايت اللي في الصفحة الاولى، بعد ما دخلنا الويب سايت لقينا ده الويب سايت. ايه ده الويب سايت؟ الويب سايت البيت هنا عبارة عن اوض مختلفة، كذلك البيت الويب سايت بتاعك صفحات مختلفة. كل ما كانت الصفحة شيقة وجميلة والفرنتشر اللي فيها او الصفحات المحتوى اللي فيها قيم وغني، كل ما الناس قعدت اكتر. اهتم دايما ان الاوض تكون متروقة وجميلة وفيها عفش جميل، زي كأنك بتهتم بالظبط بالويب سايت بتاعك، ان كل صفحة يكون فيها كلام جميل، صور كويسة، ملائمة مع احتياجات كل اللي هيجي البيت عندك او كل اللي هيناسب الزوار بتاع الموقع. هي نفس الفكرة وهي نفس الاسلوب وهو نفس الطريقة بتاعت الويب سايت. ايه تاني ممكن تشتغل عليه؟ خلي بالك ان انت ممكن
غير النتائج بتاعت الادز عندنا في صفحه السيرب زي ما قلنا البيد ريزلت والاورجانيك ريزلت. ده كان الجزء بشكل سريع جدا عن الاس اي او علشان تكون فاهم الطريقه بتاعت شغل الاس اي او وتبتدي تشتغل على الويب سايت بتاعك زي ما احنا هنتكلم دلوقتي وتكون انت واخد بالك وفاهم.